مين البنت ذي؟ وانت يا أب جديد. أختي كانت مريضة بالسرطان، الله يجير الجميع، توفت. أهي شوفت إيه؟ حطت المقدمة واضحة. اسمع صار كذا بالضبط. فإحنا هسه شنو؟ أنا انطيتك إياها. أوكي. افتح لنا الصندوق، نريد نعرف التفاصيل. كنت قاعد أصور عمل في أيام كورونا، كان أول عمل لي، عمري وقتها كان 34 سنة، أول عمل يعني. أنا قعدت فترة طويلة أبحث عن فرصة وجتني في عمر 34، فحسيت ذيك السنة كانت سنة خير، يعني كل أشياء كانت قاعدة تمشي بشكل غريب، مع أنه كان كورونا يعني ذيك الفترة وتوقفنا كثير تصوير، فاضطر العمل يأخذ 4 شهور تصوير. فمريت فترة كذا صار الموضوع صعب وسوداوي شوي وممل، وخلاص نبي نرجع بيوتنا وتعبنا. فجأة كنت بسمع بودكاست، فمن ضمن البودكاست سمعتهم جاني بودكاست كذا لطيف، أوكي أبغى أسمع هذا الشيء، لأني سمعت كم ثانية من الإعلان حق البودكاست، قلت مثير الاهتمام أبغى أسمع، وما وقفت. وحلقة ورا حلقة ورا حلقة. مين البنت ذي؟ نفس أفكاري، وقاعدين نتوافق في كثير من التفاصيل، ودمها خفيف يعني ما كنت خايف يكون هذا الشيء واقعي؟ ما هنا السر. كان لازم أعرف هي مين. فصراحة اجتهدت في الموضوع أني أبحث هي مين، ووصلت حسابها وتعرفت عليها، أنه أحب نشتغل نشوف أي آلية كيف نعمل مع بعض، أبغى أعرف. هي قالت لي أنها كاتبة وكذا، قلت أوكي لازم نقعد نتكلم، وإحنا كنا نشتغل في كرياتيف هاوس، فلازم نتعارف. وقتها بس جلسنا اشتغلنا كذا مشروع مع بعض، لا فهمت أوكي إنسانة حقيقية تملك نفس مشاعر الحقيقية تجاه الناس، ما هي فيك، ما عندها اهتمامات غريبة، اهتماماتها حقيقية جدا وإنسانية. في نفس الوقت كثير من التفاصيل اللي نفكر فيها تحسينا قريبة من بعض، نكمل بعض في أشياء. فرقم أبوك لو سمحتي. دخلت البيت من بيت بسرعة بسرعة يعني. لا أخذنا وقت نعرفنا بعض، بس تعرفين في تقاليدنا أنه كمان في احترام، أنه إذا حبيت أحد فأنت لازم تحترمه جدا، أن أنت تحافظ عليه وتخليه في أمان معك. في ناس بتقول أنه الحب شيء والجواز شيء تاني خالص، يعني أنا بقالي 14 سنة، فأنا أقدر أقول لك أنه بتبتدي الحب وبعد كده بيكون فيه الأهم من الحب اللي أنا بشوفه، يعني اللي هو أحلى كمان من الحب. فعشان يفضل جوازكم ما شاء الله لغاية دلوقتي ناجح 4 سنين، أكيد في قيم معينة أساسية موجودة عشان الجواز ده يستمر وينجح، إيه هي بالنسبة لك؟ التفاهم، إن إحنا قاعدين نتجاوز الأشياء البسيطة اللي ما تستاهل نتكي عليها. يعني هي متفهمة طبيعة شغلي وأنا متفهم طبيعة شغلها، في نفس الوقت نتحمل بعض، تحملنا بعض في الظروف الصعبة مادياً، في الظروف الكويسة مادياً، في الحلوة المرة. فحسيت أنه كثير إحنا قاعدين كل ما شفنا، خليني أقول ما أقول عيب، خليني أقول لو شفنا خطأ أو شيء ما يستاهل أن نوقف عنده، مو لازم نوقف عنده، يعني ما حيأثر وخير إن شاء الله. تمام. في ناس لو تكبين الشاي يقول ليه. هو تعرف الحبيب في المواقف، ها؟ الحبيب في المواقف، صحيح. شفتي؟ أكيد. لكن لا، انت ليه بتنظريني كذا؟ خوفتي. هي حست كذا دقيقه انا جحصري. ايه تقول لي كمل كمل. اختيار شريك يشبهنا اوكي هو افضل واسلم لحياه زوجيه سعيده، بس استخدم كلمه الاستقرار. الاستقرار ما له علاقه انه يشبهني او انه يختلف عني، الاستقرار له علاقة بالتفاهم، بأنه أصل أنا وهو لوجهات نظر معينة، لا مودة لا عشرة، ما له علاقة أنه يشبهني، أنه شليب شخص يشبهني ويكون فكريا مختلف عني. تمام. ننتقل للسؤال الوراء. الاختلافات الكبيرة بين الشريكين تأثر على الاستقرار، استقرار العلاقة ونجاحها. الكلمة الانسجام. صالح، عمره ما صار في انسجام إذا أنت وياه مختلفين عن بعض وتبغينه يجي مرة توأمك وهو مختلف عنه. حب النظرات آن يعني. هو بعض المرات لكل قاعدة شواذ، ممكن الانسجام يكون لأنه أنا وهو عبارة عن خطين مستقيمين منفصلين، ولكن قد نتلاقى في أماكن معينة. اشتد يعني الخلاف والأسئلة صارت جدا يعني قوية. خلينا نروح للسؤال الثالث. التشابه في الاهتمامات والأهداف ممكن يكون سلبي ويسبب ملل وجفا بنفس الوقت. المستقبل
بيكشف لك المستقبل ان الخطين المتوازيين عمرها ما حتلتقي. لا 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 لا، ما هو بشرط المستقبل يكون عباره عن خطين متوازيين، يمكن هو اختلافه عني انه هو عباره عن خطين متوازيين، ولكن قد نتشابه في بعض. كثيرين تزوجوا لانهم متشابهين ولكنهم انجبوا فوارق كثيره. وانت اب جديد يعني تعتبر، يعني ابنك عنده 8 شهور دلوقتي؟ داخل في التاسع. الله. ايه بقى اخبار الابوه؟ ايه انت لسه في الهادي؟ لسه قاعد اكتشف. ايه طب ايه اكتر اول حاجه اكتشفتها؟ اكتشفت اني اب. اول شيء اكتشفته ان في احد يشبهني. يعني ليش تشبهني انت لهالدرجه؟ تمام، وجدته دائما تقول شبهك وانت صغير. قاعد احاول اكتشف اشياء، بس الحين قاعد احاول استوعب هو انا فعلا صاير اب، هذا ولدي. فكل يوم انا اشيله الصباح اول ما يصحى، يعني الطف شيء هو لما يضحك لما يصحى منه، هذه الطف لحظه، انه لما دائما افتح ستاره واصبح عليه فهو يعطيني ابتسامه اللي شيل يا حبيبي. فهذه اللحظه اللي احس انه اتقارب انا وياه فيها، بس لسه قاعد اكتشف لانه لسه هو ما قاعد يتكلم، فلسه اتوقع بتبدا، اتوقع علاقه الاب تبدا من يبدا الولد يتحرك. صحيح. اكثر ويصير مزعج ويتكلم، ابدا اتصل معه لان احنا مزعجين الرجال بشكل عام. الامهات غير. انا زوجي يقول نفس الشيء، يقول لي ابدا تبدا علاقتي مع الاولاد لما يصير عمرهم 2.5 او 2 لسه. إيه. تفاعل اكثر فتفهم. يس. واختار انه بعد المدرسه ما يكمل دراسته، يتبع شغف الموسيقى والفن. اقول له نصيحه كصديق. حلو. لو اختار زوجة ما كنت انت ولدته مقتنعين انها مناسبه لي، عاد هذه سؤال يبغى نعرف بصراحه رايك. خالد هتكبر في يوم ما ان شاء الله، وان شاء الله الله يعطيك العمر يعطيني العمر، وهتاخذ واحده. لو شمعت في جدار ارجع شوف الحلقه دي وتذكر اني كنت صديقك وقلت لك لا. حلوة. خليه يرجع لأرشيف البرنامج. مسجل عبر الزمن. طيب لو طلب إنه يظل معتمد عليك ماديا إلين ما يلاقي المهنة اللي ممكن تتناسب مع شغفه؟ حكون صديق. طب لو اختار إنه يسافر ويستقل عنك أنت وأمه وهو بعمر صغير؟ يعني أعطيني عمر، يعني خلينا نقول بعمر 16 سنة. ليه يا خوي تروح؟ ما احنا في البيت هنا حلوين ليه؟ كلمك كصديق خليك معنا، انا اعرف برا مو حلو. ما عاد يصير اهتمامي انه لازم اصير الفتى المشهور جدا، لا. يعني انا يفرق معاي لو واحد قال لي شفت المشهد هذا اللي انت سويته؟ حلو. شكرا. اكثر من انه يقول لي انت فلان وينط، لا ماني مهتم انك تعرفني كاسم، بس ابغاك تفتكر لك شيء، تفتكر لي شيء اثر فيك حبيته، سواء ضحكت عليه او بكيت او ايا يكن. يعني انا يجيني كومنت من اشخاص يقول لك انا في المشهد الفلاني بكيت معك، انا اختي كانت مريضه بالسرطان الله يجير الجميع توفت، كان الفيديوهات اللي تسليها هي الفيديوهات اللي من مسلسل. اللي انت مسلسل. فهذه تعني كثير، عرفتي؟ اهم من انه مجرد انه عندي ارقام. أيه. والناس تعبني.